الأئمة إن لله وإنا إليه راجعون إيمانا بالنقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم افتح له بابا إلى الجنة اللهم ثبته عند السؤال اللهم ثبته عند السؤال اللهم ألهمه الصواب من الجواب ويسر عليه الحساب اللهم ألهمه ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم اغفره وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله.